يعني نتنقل للموضوع التاني. نتنقل للموضوع التاني ده مهم جدا بقى للأسف. لا هو كان فيه بس الموضوع بتاع الكانسر صح؟ موضوع الكانسر. فهو الموضوع ده مهم جدا، أسباب انتشار الكانسر والجهود الطبية مش قادرة تحصر المرض ده، مرض خطير جدا. فده بصراحة يعني احنا الكانسر ده بيجي ازاي؟ احنا أجسامنا المفروض انها بتنظم بشكل تلقائي معدلات انقسام الخلايا في الجسم. لما بيحصل أي خلل في عضو ما بالنسبة لانقسام الخلايا هو ده مرض السرطان. عندنا أكتر من 200 نوع من السرطانات. مواجهة نوع معين من السرطان قدروا ان هم يواجهوها ويشفي كتير، يشفي كتير من المرضى. في المقابل في أنواع كتير جدا صعبة جدا ان احنا يعني علاجها صعب جدا وللأسف بتأدي للوفاة، خاصة سرطان البنكرياس ده خطير جدا، فدي ملوش علاج لحد دلوقتي يعني. ف يعني انا عايزة اقول هنا، بيقول لك من عام 2000 و2015 طور العلماء أدوية كتيرة، 3% فقط اللي حظى بموافقة الجهات الصحية. أنت متخيل؟ يعني هو احنا عندنا الجهاز المركزي للتابعية العامة والإحصاء، يعني خلال الدوريات الصادرة عنه عن أنواع الإصابات والأمراض ونسب الوفيات بين المصريين، كان بيتقال ان 8% من معدلات الوفاة او اسباب الوفاة بين المصريين خلال 2022 و2021 و2020 كانت بسبب امراض السرطان. واحنا طبعا عندنا معدلات الوفيات السنوية تقريبا بتقدر بحوالي 800,000 متوفي، تزيد او تنقص يعني. وبالمناسبة للعلم يعني عندنا المواليد بقت 2.3 مليون، وطبعا حصل فيها انخفاض في معدل الإنجاب والمواليد. نرجع تاني للوفيات، 8% من المتوفين المصريين سنويا بيبقى بسبب أمراض السرطان بمختلف أنواعه. يعني نقدر نقول إن معدلات أو أرقام وفيات بالسرطان يعني في حدود مثلا من 80-90 ألف مواطن مصري كل سنة بيلقى ربه يعني ويتوفى بسبب مرض السرطان. طبعا حصل تقدم علمي نسبي صح، وحصلت كمان نوع من انواع الانتصارات، حاجات رمزيه يعني. يعني يقول لك فلان نجح في ان هو يهزم السرطان وينتصر عليه ويتعافى ويرجع كما كان. حصلت شويه لكن في ناس السرطان يعني السرطان هو مرض بيطور نفسه، مرض فتاك يعني فتاك وشديد الصعوبه. انا يعني عايز اقول للمشاهدين حاجه صغيره، ان انا والاستاذ حسين أستاذ حسين عبد القادر رئيس تحرير برنامج، اختلفنا معانا على الهواء دلوقتي، هو معانا استاذ حسين عبد، هو يعني اختلفنا حوالين الموضوعات اللي احنا نقدمها في الحلقه بتاعه النهارده لحضراتكم. وهو كان مصر على موضوع يعني مناقشه مرض السرطان واسبابه واسباب انتشاره وكيفيه الحد منه ومواجهته، وفي الاخر احنا نصعنا ليه وهو معانا على التليفون دلوقتي. معانا استاذ حسين عبد القادر مدير تحرير اخبار اليوم ورئيس تحرير برنامج مشواري. اهلا بيك استاذ حسين. اهلا بك استاذ حسين. والله انا كنت شايف ان انا يعني اضطريت على طرح هذا الموضوع نتيجه اللي انا شايفه ولمسه على ارض الواقع من خلال الشرائح الاجتماعيه المختلفه اللي انا بتعامل معها. لم يعد هناك بيت او عائله او اسره الا واصبح هناك حاله اورام موجوده. لما بتوجه لمعهد الاورام، وعلى فكره معهد الاورام لم يعد هو الوحيد فقط اللي بيعالج، انما في كل المحافظات اصبح مراكز قوميه هناك بتعالج زائد الاقسام الملحقه بالمستشفيات الكبيره زي مركز ناصر وغيرها بزحام، وهذا الزحام يتزايد كل يوم عن الاخر، فاصبح الامر مخيف صراحه. المفترض ان محتاجين يعني زي ما بندرس وزيجة، احنا محتاجين برنامج حملة كبيرة للتصدي لانتشار المرض اسبابه. حملة اعلامية يا استاذ حسين. نعم، حملة اعلامية للتعريف بالمرض واسبابه ووجهته. فيروس الكبدي احنا محتاجين للاورام. احنا دلوقتي اهم الاسباب نتكلم عنها وعارفينها، التدخين، وفي التدخين الايجابي والسلبي. إذا ليه ما تبقاش في حملة دلوقتي ناخدها على التدخين، نقلل منه بأكتر قدر عشان أحاول أقلل من مسببات الأورام المنتشرة بطريقة، خاصة إن أورام الرئة
يا اكثر بتخدير النهارده في المقدمه في بدايه انواع الاورام المنتشره يا ليها الكبد. طيب انا ليه ما عملتش حمله عشان التدخين؟ ليه بالنسبه كمان المخصبات الزراعيه والمبيدات اللي بنتكلم عليها من الاول؟ اي نعم في حصل يعني مواجهه مع الحاجات اللي كانت بتستورد من بره دون ضابط او رابط وكانت بتخش، لكن احنا محتاجين النهارده الفلاح مش من نفسه بيستخدم اي مبيدات، للاسف ده الواقع الحالي، بيستخدم مخصبات مبيدات بطريقه طبقا وبيتقال في النقطه دي يا استاذ حسين ان يعني احيانا بيبقى يتم الجمع وقطف المحصول كده وبيجي بيه على طول مباشره على تاجر الجمله او تاجر التجزئه للبيع المباشر قبل ما بيكون النبات نفسه تخلص من اثار المبيدات صحيح. اللي اتعرض ليها في عمليه الرش. اسمح لي اقول لحضرتك ان في هذه طبعا حضرتك معلومات حضرتك صح جدا جدا اللي بتقولها، لكن احب اضيف مع حضرتك ان بعض مع المزارعين او المنتجين معدوم الضمير للاسف عشان بينزل المنتج بتاعه كبشاير يتباع باضعاف اضعاف اسعاره بغالي جدا، بيرش بعض المبيدات على الفاكهه ويقطعها وهي لسه خضراء ما استوتش، وبيرش هذه المواد وليها اسماء معينه في السوق اسماء شعبيه بتترش زي خاصة أكتر حاجة المانجا وهي لسه خضراء ومش استوتش بيرشها تبان انها اصفر وانها وهذا بتحمل سم قاتل لكل من يتناول هذه الفواكه. احنا محتاجين حملة لكل هذه الامور مواجهة الفلاحين والكلام ده، تبقى حملة توعوية تنزل القرى والشوارع والنجوع وتوعي الناس. لا انا عاوز وفي التلفزيون وفي الصحف تنزل رقابه زراعيه، تنزل اسواق الجمله البضائع اللي بتنزل في غير اوانها وهي لسه قدامها شهر عشان تستوي والاقيها مستويه قدامي، ده طبعا وضع غير. ليه ما تخضعش هذه النوعيه من المنتجات الزراعيه للتحليل على طول وبيبان هم من بعض الحاجات الظاهريه مش لازم يفضل نعمل وبس، لا ده هو ممكن في ساعتها بيعرف اذا كان هذا المنتج تعرض ليه رش بعض الرش. يعني حضرتك يا استاذ حسين متخيل ان يعني مرض السرطان ممكن يتم اتخاذ اجراءات استباقيه ووقائيه للتقليل من معدل الاصابه به اللي هو الاكل الصحي والهواء الصحي والمياه الصحيه وهكذا؟ طبعا ده هو ده اللي قالوه لنا او بنسمعه من الساده العلماء وهم بيقولوا الوقايه خير من العلاج باي حاجه، فدي هي الوقايه الحقيقيه اللي بتعفيني وتجنبني شر التعرض للاورام. النهارده عم بروح اشتري الطماطم النهارده بيرش عليها حاجات معينه بنفتحها من جوه بنلاقيها بيضة، ما بعرضها على حد من الزرع يقول دي فيها مواد مسرطنه استخدمت الفلاح عشان تسويها بسرعه. طيب ازاي ده بتتباع وعادي؟ البطاطس اللي موجوده بيرشوها في المبيدات عشان نحافظ عليها، بدل ما ادخلها الثلاجه بيرشوها في المبيدات. طب ما هو كل ده انا بيبيع لي السرطان. صحيح. انا عايز الرقابه الزراعيه. عايز اضيف لحضرتك يا حسين بيه وحضرتك استاذنا، يعني احنا عندنا هيئه انا طلبت منها الحلقه اللي فاتت وبطلب من حضرتك على الهواء ان احنا الهيئه دي لازم نقف قدامها باحترام وبدراسة وبمناقشة، اللي هي الهيئة العامة للمعايير والمواصفات القياسية والجودة اللي هي المفروض تابعة لوزارة الصناعة. الهيئة دي هي المفروض ان هي بتحط المواصفات بتاعة السلع والمنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج وفقا لمعايير واكواد معينة عشان خاطر تبقى صالحة وامنة للاستهلاك امام المواطن المصري. يعني مش اي سلعة تيجي من بره نقبل ان احنا ندخلها، لا هي الهيئة دي بتحط المعايير نقبل بايه ونرفض صحيح. بايه. فانت عند حضرتك دلوقتي مثلا موضوع الريسايكل او اعادة المعالجة او اعادة الاستخدام، في عندك مثلا منتجات بلاستيكية كتير جدا يعني زي مثلا الناتجة عن المستشفيات زي اللي هي بتاعة المحاليل زي السرنجات زي كذا اعادة التدوير الله ينور عليك. فانت في الاخر بيجي لك منتجات من الصين ويعني والناس تصحح لنا ممكن تبقى أصلا هو عبارة عن بلاستيك سبق وتم استخدامه وتم إعادة تدويره وهو في الأصل جاي من نقط خطيرة، فيجي عبارة عن قطعة بلاستيك عبارة عن لعبة طفل عبارة عن مش عارف كذا. طب ما ده خطير. يعني المستورد في الحالة دي بيهتم بالسعر القليل فبيجيب أي سلعة فتيجي البلاستيك. طبعا أنا على فكرة ما بوجهش اتهام للهيئة ولا لغير الهيئة، أنا بفترض فرضية عايزين نتأكد إذا كانت صح لابد نواجهها فورا، إن ما كانتش صح يبقى خير وبركة. يعني فإن إحنا عايزين نقف عند الهيئة دي يا حسين بيه كده ونطمن إن الأمور ماشية
بشكل سليم فيما يتعلق بالسلع المستوردة من الخارج، لأن هي قد تكون بتساهم بشكل غير مباشر في الإصابة بأمراض خطيرة زي السرطان. صحيح. اسمح لنا أطلب من حضرتك أن إحنا إن شاء الله برنامج مشوار، باعتبار أنه هو برنامج وطني بيهتم بالشارع واحتياجاته وبحث عن مصالحه، أن إحنا يعني نطرح مبادرة نتبناها بأن كل حلقة يبقى في جزء بنجيب مسؤول في قطاع معين يتعلق بمواجهة مسببات السرطان، بحيث نحفزهم على يعني نشجعهم على ان هم بالمتابعه مننا ان هم يشتغلوا زي مصانع بير السلم اللي بتقوم بتطوير البلاستيكات في وكده. في بعض القرى على اطراف القاهره او بعض المناطق هناك اصبحت مهمتها مصانع تحت بير السلم، بتلم من القمامه، كل جميع قمامه اللي بيلقطوا الحاجات بيتجمعوها البلاستيكات ويعود تدويرها هناك. احنا ليه ما بنشوفش الكلام ده كله وتبقى حملات زي ما تكون؟ ليه توقفت كل هذه الحملات واصبحت هذه الاماكن بتشتغل بطبق ولا بدون اي خوف ولا اي قلق؟ حضرتك فاكر ياسين بيه كده في السبعينات والثمانينات كده ويمكن بدايه التسعينات كانت عملت حملات كتير جدا على البلهارسيا، شارك فيها ممثلين صحيح. كبار جدا وجابت نتيجة. اثر نتيجة. ايجابي نتيجة كبير فعالة. جدا يعني كان في انتشار لمرض البلهارسيا في التوقيت ده، لكن الممثلين والحملات ليه ما نعملش حمله اعلاميه توعويه بالشكل ده بالتعاون مع وزاره الصحه والهيئه الوطنيه للاعلام وكذا وكذا صحيح. بحيث ان احنا نوعي الناس ازاي ممكن يتجنبوا قدر الامكان الاصابه بالمرض ويعيشوا حياه صحيه وحياه سليمه يعني. صحيح. انا بتمنى ان برنامج مشواري يبتدي هو بطرح هذه المبادره وكل فعاليات المجتمع يعني تبتدي معانا وتتحرك معانا باذن الله، لان هذا الموضوع خطير جدا جدا وبصراحه لان خطير على الامن القومي، خطير لان بيستهلك النهارده علاج الادويه بتاعته مكلفه جدا جدا واصبح ماساه في كل بيت عنده ممرض. حقيقه يا استاذ حسين عندك حق، انت حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا، موضوع مهم جدا وخطير جدا ولازم نهتم بيه. استاذ حسين عبد القادر مدير تحرير اخبار اليوم ورئيس تحرير برنامج مشواري، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا استاذ حسين، وان شاء الله يعني مكملين مع حضرتك ونواصل متابعه كل الملفات المهمه وعلى راسها هذا المرض اللعين.